إذا كان ممكن تعطينا شوية من وقتك منتظر منتظر كيف ما العادة دائما كيجي ياخذ التليفون كل سيمانة كياخذ التليفون شكون يدير لهم احنا غنسولوه منتظر شو وضع معنا شوية الحمد لله معروف عليك متواضع ساك سير منتظر اخونا واحد القادير ضرب على 5 6 توجه بحال الحسي ميسي وبدل ما تهلا فراسو وضرب حتى طول درت شي رونديفو عطى الله الانسان يدير شي سونات زوينه في حياته باش يوصل حنا كنشجعو بنادم اللي كيكون نظيف كنشجعو بنادم على الحضاره كنشجعو بنادم يوعى شويه ويوصل نيفوات كراطا وجهك توجهك بحال موزع الكماك كتاكل الكوك وجهك اللي بغيت نسولك منتظر السيمانه كل سيمانه كتشري تليفون كيفاش القضيه؟ اوه نكذب عليك معلم فراسي الحمد لله قال لك الله سبحانه وتعالى ان الله جميل ويحب الجمال فهمتي واحد المثال رحم الله عبدا عرف قدر قيمته الانسان هو اللي عرف القيمه ديالو فهمتي ما يحاولش يبان خايب قدام الناس بنادم قديمه ديك الصوره الزوينه عند بنادم فهمتيني هو كيبان لي بنادم شي محشرين شي ما فهمتش وعندهم العاقه صاحبي العاقه مخدق وفلا صاحبي مخدق وفلا فلوس خدا قوفل الفلوس وشي خنوزيات هنا داير لهم قيمه شي خانزات شي قصقات ما فيهم والو بنادم اصاحبي كيمشي يعطي فلوس للخانزات ناسي ولادو وناسي مراتو ناسي حالته ووجهو بحال البطيخه سير اصاحبي سير كل سيمانه كنضربو الو في شكل توجهك مشكل توجهك معشلف وجهك مفكر فاتشي عندك بحال شي خنزير خارج مشي رحبه مدردك وشابعين الحوالة كينا طحو فيهم القرون راه خاي طوكي راه من الاخر كيعيط لك ما عندناش مال هياطك صافي بنادم موت الله في راسه.